وبالتالي الان تفكر في هز شباك منتخب مالي وحق الشارع. الان تسدد هذه الكره عارضه مره اخرى للمره الثانيه في هذه الجوله. العارضه تقف امام عقارب غامبيا. لسعه العقارب هنا كانت حاضره. يا سلام لو كان في المرمى يا بارو منتخب غامبيا. هذه الصعبه. يا سلام لو كان في المرمى. يا سلام لو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.